كيفية تقديم طلب للحصول على بطاقة إكويتي مسبقة الدفع. قم بتسجيل الدخول إلى بوابة العميل الخاصة بك. في حال انطبقت عليك الشروط وكنت من أصحاب الحسابات الحقيقية، سيظهر لك هذا الإشعار على صفحة لوحة التحكم. اضغط على اعرف المزيد. اختر عملتك المفضلة، إما الدولار الأمريكي أو الدينار الأردني. إذا كنت مقيماً في المملكة الأردنية الهاشمية، فلا بد من اختيار إصدار البطاقة بعملة الدينار الأردني. عدا ذلك، يمكنك اختيار أي منهما. اطلع على مزايا البطاقة، ثم انقر على اختر البطاقة، ثم على التالي. اختر جنسيتك. إذا كنت تحمل الجنسية الأردنية، فسيطلب منك إدخال الرقم الوطني الموجود على الوجه الأمامي ورقم الهوية الموجود على الوجه الخلفي لبطاقة الهوية المدنية الأردنية. إذا كنت حاملاً لأي جنسية أخرى، فسيطلب منك إدخال رقم جواز سفرك. حدد إذا لديك ارتباطات سياسية أو على علاقة مع شخص له مثل هذه الارتباطات. أدخل كلمة مرور بوابة العميل الخاصة بك. انقر على التالي، ثم قم بالتأكد من بياناتك الشخصية والسكنية وتفاصيل الاتصال. تأكد من أن كل هذه التفاصيل صحيحة ومحدثة، حيث سيتم استخدام هذه المعلومات للتواصل معك لاستلام بطاقتك. في حال الحاجة لتحديث أو تصحيح أي من التفاصيل، يرجى التواصل مع فريق الدعم من خلال العنوان الإلكتروني المدرج هنا. أخيراً، ضع علامة في المربع الخاص بقبول الشروط والأحكام بعد قراءتها، ثم انقر على تم. تم تقديم طلبك للحصول على بطاقة إكويتي المدفوعة مسبقاً بنجاح. ستتلقى رسالة تأكيد عن طريق بريدك الإلكتروني، وسيتم تسليم بطاقتك بعد 3 إلى 5 أيام عمل من اليوم الذي تلقيت فيه رسالة الموافقة على طلب البطاقة.